واضحة الصورة؟ واضحة. أي شنو الرسالة اللي توجهها للسيد مقتدى الصدر؟ والله أستاذ للأمانة أنا ما أدري شلون أجازي، بس هو اللي مجازة الله سبحانه وتعالى. أستاذ أنا مريت بظرف يعني ما تتصوره، والله لا يواريك إياه. يعني أستاذ انمنعت حتى من زيارة العتبات المقدسة، وذبوا لي أكثر من ورقتين ثلاثة وطلقة، تعرفان بمنطقة شعبية، وذا حتى ابن صار بي سكر من وراء الهبطات ومن وراء الدق ومن وراء التكاتك اللي تجين الذبلي الذبلي القصاصات ويذبوا لي طلقة. ووصلت إلى وضع أني وأمي وزوجتي وأولادي حتى عشيرتي تبرت من عندي، لكن هذا الرجل هو اللي دز لي سيارات وقعد. أستاذ سبحان الله، يعني هذا الرجل أنا خايف من رحت له، لما رحت له أنا جدا كنت خايف. أنت أخويا وأسولف لك، يعني شايف أنت، أنا قلت هذا الرجل اللي داز علي، شوفونا صورة الشباب شارع مكتب والناس تخنزر علي، الناس البسطاء. فهذا الرجل اللي قاءان رئيس الحرس الثوري ما استقبله، زين هذا ايش راح يسوي بيه؟ بس أستاذ سبحان الله، دائما ذول الكبار ذول هو مثل أجداده اللي الإمام علي يقولهم لا تجهزوا على جريح. أي. الإنسان اللي مولي لا تج مو من المراجل اليوم تجهز عليه. وشوف لو كان داز على وزير كان يهينه، ولو برلماني كان يرزله. لكن لما يشوف إنسان مستضعف، مو عدهم ذولا، مو من شيم الكبار والقادة أن يجهزوا على مستضعف، أن يجهزوا على جريح. طيب. أن يوبخوه. فكان بابتسامة مثل ابتسامتك وقعد يمي وسولف وياي كأي إنسان بسيط يسولف وياي.